وينضم إلينا محمد مصبح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. سيد محمد، في ظل التحذيرات من انهيار الوضع الصحي وهذه الجريمة الإنسانية التي ترتكب، لو تلخص لنا الوضع، توضح لنا الصورة أكثر من الداخل الغزاوي. أسعد الله صباحك وصباح جميع المشاهدين عبر قناة الغد. وبالنسبة للواقع الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وأود أن أعرض على كلمة هو على وشك الانهيار، بل أن القطاع الصحي والمنظومة الصحية هي فعلا بدأت بالانهيار وليست أوشكت على الانهيار، لأن العمود الفقري للمنظومة الصحية بات أكثر شللا بعد أن صرحت قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة نزوح المدنيين والمواطنين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ما يضاعف الجهد والعبء على المنظومة الصحية في هذه المنطقة ويجعل خلوا كاملا وإضعافا للقطاع الصحي والمشافي في المنطقة التي تم النزوح منها. نعلم بأن مستشفى الشفاء في غزة هو أكبر المشافي الحكومية، وهو الذي يحتوي على جميع التخصصات الطبية والجراحية التي يتم تحويل جميع المصابين إليها، ويتم التعامل على القدر الكافي من الجودة لتقديم الخدمة. مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هو مساند للمستشفى القدس، ويأتي بالمركز الثاني من حيث القدرة أيضا، ولكن هذين المستشفيان يقعان في نطاق المنطقة المحظورة أو منطقة لهيب الممارسات التي أعلن عنها قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس كان هناك أعداد من النزوح، ولكن استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مدنية وبشكل كامل، وصل عدد الضحايا فيها والشهداء إلى حوالي 70 شهيدا من المدنيين نتيجة الاكتظاظ الذي كان في الموقع ودون سابق انذار، وهو من خلال ومن وجهة نظرنا هو انتهاك قاطع وجريمة بحق المدنيين، وهو يخالف العرف الدولية واتفاقيات جنيف التي حمت وكفلت المدنيين وكفلت الطواقم الطبية. الواقع في قطاع غزة والطبيعة التي نعيشها هي أن القطاع الصحي اليوم في الأيام الأخيرة له من تسليم آخر خدماته للمواطنين والجرحى نتيجة نفاذ المستهلكات الطبية والأدوية، نتيجة تدمير في أسطول الإسعافات لمزودي الخدمة الإسعافية. الهلال الأحمر الفلسطيني فقد وحيد جيش الاحتلال 4 من مركبات الإسعاف التابعة له نتيجة الانتهاك المباشر باستهدافها وقتل من فيها، واستشهد 4 من زملائنا أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني. هذا هو صورة مبسطة عن الوضع الإنساني في قطاع غزة والوضع الصحي، ولكن بجانب التحديات الأخرى من ممارسات نتيجة منع إدخال الوقود وقطع إمدادات المياه والكهرباء، أيضا ضاعفت من الصعاب وضاعفت من المشاكل والتحديات للوصول إلى المصابين، ولا يزال أعداد كبيرة من المصابين والشهداء تحت أنقاض منازلهم نتيجة ضعف الإمكانيات في انتشالهم من تحت الأنقاض. طبعا وربما يعني في الوقت الحالي يعني كلما ارتفع عدد الإصابات سيرتفع عدد الشهداء، لأنه في ظل عدم قدرة المستشفيات على استيعاب كل هذه الأعداد. هنا داني أسألك، يعني وردنا منذ دقائق جيش الاحتلال يؤكد أنه سيسمح لسكان غزة بالتحرك فقط عبر شارعين رئيسيين، حدد وقت محدد لسكان غزة للتحرك. وهنا دعني أسألك، من الذي يضمن أمن الانتقال؟ يعني رأينا بالأمس مطالبة السكان بالتحرك والانتقال ومن ثم تم قصفهم. لا ضمانات ولا ثقة فيما يقال من رسائل مسمومة يبثها
قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال تتعمد ارتكاب مجازر جماعية بحق المدنيين وارتكابها بحق الطواقم الإسعافية. نعم، هو تحدث أيضا عن حرية الوصول إلى بعض المصابين لانتشالهم وإنقاذ أرواحهم، وبالتالي في حال وصول مركبة الإسعاف يتم استنجافها. أما عن الرسالة التي تتحدثين عنها، الطريقان اللذين يتم الإشارة لهما هما طريق صلاح الدين بالتأكيد الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين شرقي وغربي، وطريق الرشيد الساحلي، وكليهما هو في مرمى مباشرة من آليات الاحتلال وطائراته واستهدافاته. أعتقد بأنها رسالة ليجعل من المواطنين أكثر توترا في تنقلاته، وأكثر عشوائية في تركيزه في هذه الأيام. المواطنين الآن هم يعيشون نكبة ثانية، النكبة التي 1948 اليوم يشهدها أبناء الجيل في هذا القرن الذي انتهت فيه جميع مظاهر الاحتلال وبقيت فقط في قطاع غزة. إننا نؤكد من خلال شاشتكم الموقرة بأن حماية المدنيين وحماية الطواقم الطبية هي ضرورة ملحة، وعلى المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني أن يتحمل مسؤوليته الكاملة عن ضرورة حماية هذه الفئات، وعن ضرورة الضغط لفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات وإنقاذ المصابين لتلقي علاجهم في مشافي خارج قطاع غزة. الأرواح التي يراهن عليها الاحتلال من خلال الضغط على المنظومة الصحية وإضعافها وإغلاق جميع الأبواب التي قد تسمح لتمكينها وتعزيزها وتعزيز صمودها لاستمرار عملها في مجالها الإنساني. هذه هي الصورة. طيب، ماذا في المساعي التي تبذل في السياق الإنساني؟ إلى متى يمكن أن يحتمل بعد الوضع؟ وما الذي يتم على الأرض فعليا؟ أين المساعي اليوم؟ أين تتمركز؟ متى سنرى نتيجة يعني لتجنب مجزرة جماعية؟ أتحدث بداية على ماذا يجري على الأرض. ما يجري على الأرض أعداد كبيرة من المصابين، جلها ملقى على ساحات وباحات وممرات المشافي، ينتظرون إدخالهم لغرف العمليات التي تعجز للعمل على مدار الساعة نتيجة النقص في التيار الكهربائي والنقص في الأطقم الطبية المتخصصة وانعدام بعض الجراحات النادرة. هذا من جانب. ما يجري على الأرض أيضا هو أعداد كبيرة من النازحين يحتاجون إلى تدخل فوري لضمان وصون كرامتهم من حيث توفير أدنى احتياجات المواد الإغاثية التي، وتعلمين بأننا في بداية فصل الشتاء والنازحين هم من فئات النساء والحوامل والمرضى والأطفال وذوي الإعاقة. يعني إن النزوح له تبعيات، انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين نتيجة النقص في إجراءات الوقاية والنظافة العامة، جميعها يتراكب. النقص في المياه والنقص في التيار الكهربائي يضيف أيضا عبئا على جودة وتقييم ضرورة ما يحتاجه هؤلاء الفئة. ما يجري على الأرض، مجموعة كبيرة من الأطقم الطبية تستهدف، مجموعة كبيرة من مركبات الإسعاف حيدت ودمرت. أما الجانب الآخر من سؤالك عن ما هي الأفق التي نعمل من أجلها، الهلال الأحمر الفلسطيني أطلق منذ اليوم الأول نداء استغاثة عاجل طالب فيه من خلال الدبلوماسية الإنسانية أن يكون دورا فاعلا للأصدقاء والشركاء في الحركة الدولية والأهلة الصديقة والشريكة، بأن يكون لها دورا فاعلا بالضغط لضرورة فتح ممرات إنسانية والتأكيد على حماية الأطقم الطبية والمسعفين. دعني أعود معك سيد محمد فيما يخص ما تحدث عنه جيش الاحتلال بالسماح لسكان غزة بالتحرك فقط عبر شارعين رئيسيين. وهنا يعني في هذا السياق نرى جوزيف بوريل الذي قال أنه عملية الإجلاء من المستحيل
تماما تنفيذها؟ لأنه لا يعني كيف يمكن أو ما إمكانية، دعني أسألك هنا، ما إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة؟ إن النقل يعني بالوضع الطبيعي عندما يتحدث من لديه القدرة العقلية لنقل حوالي مليون مدني من منطقة إلى منطقة فهو يحتاج وقت طويل في حال وجود جميع الظروف الموائمة والمناسبة للنقل. أنت تتحدثين عن منازل مدمرة تغلق الطرقات، أنت تتحدثين عن تدمير كامل في البنية التحتية، أنت تتحدثين عن نقص حاد وشلل في حركة المواصلات والتنقلات وتدمير في شتى نواحي التركيبة المجتمعية من التي قد تسهل وتدلل نقل المواطنين. بالأمس وأثناء تحركنا على الميدان هناك أعداد كبيرة جدا من المواطنين تمشي وتسير لمسافة أكثر من 40 إلى 50 كيلو متر مربع بقرار من ذاتها خوفا على أرواحها وأرواح ذويها وأبنائها. هي توجهت مشيا على الأقدام ولكنها لم تستطع أن تكون في منطقة ما يسمى بالمنطقة الآمنة وهي المنطقة الأقل خطورة من وجهة نظر النازحين. هو لم يستطع أن يتجاوز هذه المنطقة فاستقر في منطقة لا يعلمها هي قد تكون الأكثر خطورة أو قد تكون هدفا أيضا لقوات الاحتلال. شكرا. إن النقل يحتاج إلى قدرات وإمكانيات ولا يمكن ولا يسمح لأي كان أن يجلي ويخلي المدني والمواطن المدني من أرضه ومن منزله في ظل هذه الظروف. والقانون الدولي يجرم ويحرم هذه السلوكيات واستخدام الابتزاز والقوة المفرطة والقوة والهيمنة ضد المدنيين لإذلالهم أثناء الاعتداء. أشكرك شكرا جزيلا المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد مصبح، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك.